روح بن ناصر، يا سلام يا لعيب يا ولد يا رهيب يا بن ناصر، تصويبه قويه راحت بالشباك جول. السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقه جديده من سوف نعود، اي سي ميلان مهنه مدرب. قبل ما ابتدي اضغط لايك، اشترك بالقناه، فعل زر التنبيهات، وصل هذا المقطع قد ما تحب من اللايكات مباشره. خلينا نروح ونشوف جدولنا الحلقه. اليوم عندنا مباراه اودينيزي، وعندنا مباراه مهمه ضد توتنهام، دور ال 16 دوري ابطال اوروبا. مباريات اغلبها سكيب بعد يا شباب، حتى نوصل مباراه توتنهام الاياب. ممكن نلعب فيورنتينا حسب المراكز. احنا حاليا بالمركز الثالث بالدوري الايطالي، فارق 8 نقاط على انتر ميلان المتصدر، فارق كبير الصراحة، وروما قريب من عندنا، ما رد نتراجع. أودينيزي بالمركز 18، مباراتهم سكيب، فزنا 2-0، رودريجو سجل، كابريل جيسوس سجل. مباراتنا دور 16 ضد توتنهام دوري أبطال أوروبا، خلينا نشوف التشكيلة اللي راح ننزل بيها بهذا اللقاء. لياو راح يرجع، أوكي جاي يرجع، جاي يكون جاهز إن شاء الله. قد عمرك لياو؟ 22 سنة. مباراة صعبة ضد توتنهام على ملعبهم أمام جمهورهم، دور 16 دوري أبطال أوروبا يا حبيبي. نزل اللاعبين إلى أرضية الملعب بقيادة سيرجيو راموس. هذه هي مباريات اوب، الريال جاي يواجه باريس، واتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي. اكو مباريات قويه، راح نشوف النتائج ان شاء الله بعد هذا الدور. يلا يا فاتي، فاتي، الله الله الله، لوريس حلوه، ماكو اوفسايد يا فاتي. يلا 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 يلا، العب العرضيه، الله يا سلام، العب يا حبيب الناصر، يلا باكيتا العب جول يا ولد يا رهيب، يا سلام عليك بن ناصر، والهدف الاول على ملعب توتنهام. شوف 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 التمريره وصلت للمهم وحطها بالشباك. هي فاتي مساحات، يلا يا حبيبي فاتي، العب 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 العرضيه، يا سلام ماونت، الله الله لا الله 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 الله. شباب 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 شباب، لا لا يا شباب، لا 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 لا، نزل ابراهيموفيتش ونزل خيسة يا شباب. يلا ان شاء الله نسجل هدف ثاني. فاتي، لا لا يا حكم، خلاص نهاية المباراة، صفر الحكم، انهى المباراة 1-1 على ملعب توتنهام. هسه مباراة كالياري سكيب يا شباب. لا تعادلنا 2-2 يا حبيبي، ليش يا شباب؟ كونتي عندنا سجل، وابراهيموفيتش سجل. نصف نهائي الكأس ضد ساسولو، انتر راح يواجه روما. هسه مباراتنا بالكأس يا شباب ضد ساسولو، نصف نهائي، سويت شوية مداورة مو كثير. يلا ان شاء الله نتأهل للمباراة النهائية بإذن الله. الدوري طبعا شكله راح يروح علينا هذا الموسم يا شباب، حتى بعد تعادلنا بالجولة الأخيرة، واحنا فايزين 3-1 يا شباب. اتوقع خلاص خليني ننهي المباراة، و 3-0 فايزين، خلاص الانتقال إلى النتيجة يعني ما لها داعي. بعد المباراة فزنا 1-0 بهذه المباراة، ما نسجل الهدف، ليش نضيع وقتنا؟ انتر فازوا على روما، خلاص النهائي ضد انتر ميلان، ديربي ميلانو. بارما مركز 17، مباراتهم سكيب، فزنا 3-0، رودريجو ابراهيموفيتش، والهدف الأول من سيرجيو راموس. فيورنتينا مركز 12 بعد مباراتهم، خلينا نسوي لها سكيب. طبعا سويت مداور، الله خسرنا بهذه المباراة يا شباب، كله بسبب المداورة، من اسوي مداورة الفريق يخسر. هسه مباراة الإياب ضد توتنهام، أياكس والبايرن 3-1، مباراة الذهاب، أتلتيكو مانشستر سيتي 1-0 للسيتي، الريال متعادل ويا البي اس جي، ليفربول متعادل ويا برشلونة، وخلاص منتهية، متأهل ليفربول يا شباب. انتر ميلان تأهل، واليونايتد وشبيليا خرج اليوفي من دوري أبطال أوروبا. أكيد راح ننزل بهذه التشكيلة الأساسية، ابراهيموفيتش ما جاء جاهز نهائيا يعني لياقته منتهيه، فراح نحاول ننزل لياو بالشوط الثاني اذا احتاجينا. هذه المره المباراه على ملعبنا، اهم شيء ما نستقبل هدف، قدمنا مباراه ممتازه ملعبهم، بس ما قدرنا يا شباب نسجل اكثر من هدف. هنا يعني تعادل هناك 0-0 بهذه المباراه، احنا نتاهل، اي تعادل غير 0-0 نخرج، ان شاء الله نفوز عليهم ونضربهم بهدفين من البدايه باذن الله. حلوه، روح روح تيو، هرنانديز 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 هرنانديز، العب يا هرنانديز، يا سلام، هي هي هي، لا 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 يا جيسوس، حلو عطال، يلا جيسوس، هي 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 هي، عطال عطال، العرضية سهلة سهلة سهلة، خلاص خلاص يا حبيبي، خلاص، يا سلام على انسفاتي، دائما ما تنجح عندنا هذه الطريقة، تقدم انسفاتي يا شباب، والتمرير لجيسوس، وهدف أول، 1-0 نتقدم. الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها، روح رودريجو، ماكو أوفسايد، ماكو أوفسايد يا رودريجو، التصويب، يا سلام،
هدف ثاني عن طريق رودريجو، كرة خلف المدافعين، رودريجو مباشرة تصويبة قوية دخلت للشباك راحت جول. يلا يا شباب نريد بعد جول، نريد بعد جول يا فاتي. خلاص خلص عليهم فاتي 3-0 بمباراة الإياب يا حبيبي. سويت للتغييرات دفعة واحدة يا شباب، لياو 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 العائد من الإصابة، نزلته خليه يرجع لياقته، ارجع ارجع من الأوفسايد للياو. يلا اصعد 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 روح. يا سلام صوب، اوه حلوة 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 لياو. يلا المرتدة يا شباب، يلا 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 بعد جول بعد جول بعد جول، خلص عليهم. لا يا حكم، خلاص نهاية المباراة للأسف، كان ممكن نسجل بعد هدف، بس المهم يا شباب تأهلنا لدور ربع النهائي. بايرن ميونخ والميلان والبي اس جي وأتلتيكو مدريد تأهلوا، مباراتنا ويا من راح تكون الله يستر. راح نلعب ضد أتلتيكو مدريد العنيد، البايرن ضد الأنتر، بي اس جي ضد اليونايتد، وإشبيليا ضد ليفربول. هسا عندنا مباراة نابولي وبعدها عندنا مباراة أتلانتا، طبعا دول أهم مباراتين يا شباب، بعدها الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله الموسم بإذن الله. نابولي بالمركز الرابع هو الملاحق لنا، لازم نفوز عليه إن شاء الله. حلوة روح 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 بالناصر. يلا يا شباب الهدف الأول، خلصوا عليهم من البداية. يا سلام، لا 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 غريبة والله، حلوة توصل. يلا كونتي صوب يا حبيبي صوب. الله لا 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 يا سلام، شنو هذا الإبعاد يا حبيبي، شنو هذا الإبعاد. لا 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 هدف التقدم لنابولي، نزلت رودريجو انسو فاتي، مباراة مقفولة من الوسط يا شباب، وسجلوا علينا هدف بخطأ بالدفاع. يلا يا فاتي حلوة مباشرة، او رودريجو مباشرة بعد ما نزل سجل لنا هدف التعادل. يا سلام يا رودريجو مباشرة الكرة جول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مونت، خلصنا على نابولي يا حبيبي بهذا الهدف. طبعا نزلت جيسوس وطلعت ابراهيموفيتش، وشوف شوف 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 كيسي او خيسي، تمريره روعه وصلت الماونت ودخلت للشباك. جيسوس يلا 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 يا شباب صعدوا 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 صعدوا، جابرييل جيسوس جيسوس، ممكن هدف ثالث، ممكن هدف ثالث يا جيسوس. لا 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 لا, لا. يا ولد حلوة جيسوس، العب يا جيسوس. يا سلام 3-1، خلاص صفرت الحكم، بقينا بمركزنا يا شباب المركز الثالث بعد هذا الفوز، فرق 10 نقاط على يوفنتوس المتصدر. هسا المباراة الأخيرة بحلقة اليوم ضد أتلانتا يا شباب، إن شاء الله نفوز ويا رب يتعثرون أنتر ميلان. طبعا أنا الصراحة ما أتوقع إنه راح نقدر ناخذ المركز الثاني، تقريبا الدوري راح أقتنع بهذا المركز يا شباب، بس نحاول نحافظ عليه. آخر مباراة بحلقة اليوم إن شاء الله الفوز، أخذ 3 نقاط على ملعبنا. بلنتي 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 يا حكم، واضحة بلنتي يا شباب. لا والله والله يلا يا مونت، اوه حلوة صوب يا كيسي، ركنية يا ولد مونت. الله 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 يا مونت، روح بالناصر. يا سلام يا لعيب يا ولد يا رهيب يا بالناصر، تصويبة قوية راحت بالشباك جول. شوف 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 بوم قوية يا ولد، خلاص ماونت أفضل لاعب بالفريق صراحة، أسطوري من يوم ما جبناه واللاعب غير شكل الفريق بالكامل. وانتو مع جيسوس جول ماونت، يا سلام ماونت 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 ماونت،
اوه هدف تقليص الفارق. الله 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 رودريجو 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 العب 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 يا رودريجو جيسوس. لا 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 خلاص يا شباب نهاية المباراة 3-1 فزنا بهذا اللقاء. هدف بن ناصر كان اسطوري وماونت ابدع بالمباراة هذه. ان شاء الله الحلقة الجاية عندنا مباراتين ضد اتلتيكو مدريد. مباريات الدوري اغلبها سكيب لان خلاص الدوري تقريبا انتهى، بس عندنا اكيد مباراة انتر بالكأس اكيد نلعبها يا شباب، حتى بالدوري ممكن نلعبها نسحب مركز ثاني. خلاص يعني نكمل دوري الابطال، اتوقع الحلقه القادمه ممكن تكون الحلقه الاخيره ممكن. فبس يا شباب اللي هنا وصلت لكم نهايه المقطع، ضغط لايك اشترك بالقناه فعل زر التنبيهات. شكرا مشاهده هذه اللحظه، في امان الله.